مش هسيبكوا يا اولاد ان كان. حلوة قوي قوي. الأخضر أخضر يا بتاع النعناع يا مخضر يا مخضر. صراحة أنا خايفة نكون اتهرشنا. حبيبتي يعني تخافي وأنا معاكي حبيب قلبك. بوسها من بقها. وأنت مالك يا حبيبة بوسها من بقها؟ أنا مش عايز بوسها من بقها. بالهداوة يا منير. ترى يا زيزو ما بوسها من بقها. ما يبوسها من بقها وهيبوسك أنت. أنا مش معترض إن هو يبوسها من بقها، بس أهم حاجة لازم نقسم الفلوس. آه صحيح، إحنا نقسم الفلوس وكل واحد ياخد نصيبه ويمشي. استنى عندك، مفيش فلوس هتتوزع. أنا يا حمزة مفيش فلوس هتتوزع. إحنا يا جماعة كاميرات المراقبة صورتنا، فأكيد هما بيدوروا علينا دلوقتي، فالطبيعي إحنا لازم نبعد عن بعض على الأقل شهرين. وليه شهرين؟ خليهم سنتين، والفلوس هتفضل عندي في الحفظ والصون. عندك العيب يا زيزو، الفلوس معاك انت. الفلوس هتفضل معايا انا، اشمعنى انا يعني؟ خلاص وماله يا منير، الفلوس معاه. ليه تفضل مع الحرامي دوت؟ يعني انت اللي كونسول في الخارجيه؟ لا انت اللي مهندس كهربا. زيزو ايه؟ ولا هو. الفلوس هتبات في حضني النهارده. وليه الفلوس تفضل في حضنك يا عموره؟ هتكتر ولا ايه؟ لا يا زيزو، ما هي ست الحاجات هترضع الفلوس قبل ما تنيمها. دمك خفيف قوي يا روح امك. تصدق بقى هغير لها كمان عشان تنضف من الوساخه. الفلوس مع امينه خلاص. ايه يا حمزه؟ هو مفيش رجاله ولا ايه؟ لا يا روح امك في رجاله، بس لو كنت ناسي بقى احنا التلاته كده فشنا زي الزفت. حمزه هنا هو الوحيد اللي فيش نظيف، يبقى الفلوس تبقى مع حمزه. لا الا الفلوس. انا اسرق اه، لكن اشيل امانه زي دي لا ما اقدرش. استنى، عندها حق، الفلوس دي افضل معايا. لا انا ما اقدرش اشيل الفلوس دي يا جماعه. لا منير، حمزه انت قدها وقدوه. لا يا زيزو، عشان خاطري يا حمزه وافق. ما خلاص يا حمزه قلنا لك بقى ما تكسفناش. عشان خاطري يا حمزه. عشان خاطر السنيوره انت موافق. بص يا جماعه، انتوا طالما يعني بتون الثقه الزياده دي، انا هشيل الفلوس. حلو قوي، يبقى زي ما بيقول حمزه كده، نختفي عن بعض شهرين، محدش يقابل حد، محدش يشوف حد، محدش يقعد مع حد، محدش يقعد مع حد، ولما نتقابل تبقوا براحتكم. نقرا الفاتحه عشان ربنا يكرمنا. هيعمل فيا كده؟ ياخدوا مني 3 مليون دولار ويبعتوا لي ورق بدل الفلوس ولعب اطفال وبامبرز وزبده كاكاو عشان الشفايف، وانا كنت شاكت لهم من شفايفي. انا يتعمل فيا كده؟ اهدى بس يا باشا، اهدى بس يا باشا، اطمن برقبتي. برقبتك 3 مليون دولار وانت اللي جابهم لي وجاي دلوقتي تقول لي برقبتي؟ فلوسك هترجع يا باشا، اطمن. بس أنا عايز أسألك سؤال، هي الفلوس دي مأمن عليها ولا هربانة؟ الفلوس دي شغل ليل، وشغل الليل ما بيتأمنش عليه. العيال دول لازم يتجابوا. هيتجاب والفلوس دي هترجع لك. أنا هوريكم صورة شخص طوله، شفتوه ولا لا؟ في عيال نطت من عربية الإسعاف وركبت عربية تانية.
صح يا باشا. انا بقى عاوز ارقام العربية دي. صدقوا وحشتوني. احنا برضو اللي وحشناك يا ست الحاجات. ما تحرجهاش بقى يا مدير. الا فين حمزه؟ ولاش عرفني. مش انتوا برضو اللي قلتوا مفيش لحد ما نتقابل؟ اوعى يكون حصل. لا 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 ما حصلش. برافو. وعلى العموم هيروح فين؟ زمانه جاي يا حمزه. انا مش هقدر استنى اكتر من كده. انا هتصل بيه اشوفه راح فين. مولاي يا مولاي. يا ابني اتصل بحمزه. انت اتصلت باذاعه القران الكريم. دي نمره حمزه يا مغفل. انا خايفه كده لا يكون اتقبض عليه. لو اتقبض عليها سنيوره كان زمان رجلينا بقت مجروره. انا هتصل بيه تاني. مولاي يا مولاي. الواد شكله استشيخ. استشيخ. عارفين لو اللي بفكر فيه طلع صح انا مش هيكفيني الا فرتك دماغه برصاص مسدسي ده. بالهداوة يا منير. امال ما بيردش ليه؟ ما بيردش ليه؟ نروح له بيت امه ونكبس عليه هناك. قدامي. عارف ان هو مفيش حد. الواد خد الفلوس وهرب. اصبر يا منير اما نشوف هنعمل ايه. اصبر ايه؟ الفلوس فين؟ انا كده الفار بدا يلعب في عبي. دخلته اللي في البساتين ممكن يكون مخبي الشنطه. بقول لك ايه؟ مفيش الشبح ده عن حمزه. وركبت اول موجه. بقول لك ايه يا شبحين في بعض؟ مساء الفل يا كونتينر اشباح. الصلاه على النبي عليه. حمزه اللي فوق ده انت تعرفه؟ حمزه على ستر ولا حمزه على نبره؟ طب الرصاص خلاص خلاص ده صاحبي. مين؟ حمزه. حمزه على ستر ولا حمزه على نبره؟ الليله حلوه. خلاص خلاص يا عم هثبت لك فرحه النهارده. وادي دعوه الفرح يا عم. وريني كده. دي ليله مطينه. شكرا شكرا عمال عندكم في الافراح. متشكرين متشكرين. اتفضل يا عريس. اتفضل مش حواصيك يا حمزه على بنتي. في عينيا يا حمايه.
تسلم يا حبيبي. اطلع رجلك اليمين يا واد. الله يخليك. حاضر يا ماما. وانت يا فريده حطي حمزه في عينيك. انا بقى ليلادي بس هيبات معاكم في الاوضه.